الحقيقة بقى إن بجانب كل ما يحدث ده، فإنه مشهد الانتخابات للمصريين في الخارج أو إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مبهر مبهر ويدعو لكل البهجة بصراحة. يعني الإقبال اللي الواحد شايفه، يعني أنا من المصريين اللي في الداخل أهو، فقاعد بشوف امبارح وأشوف أول إيه ده، عمال من صباحية ربنا عمال أبص على الحاجات والعواصم المختلفة والمدن المختلفة. لا الناس ما شاء الله، ده اللي أنا شايفه قدامي على الشاشة. فخلونا نعرف أكتر كمان بالمناسبة من أصدقائنا المصريين في الخارج، هم اللي يحكوا لنا الحدوتة. معانا على التليفون أستاذ عصام يوسف، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بيك يا أستاذ عصام. أهلا أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. إزاي الحال؟ كله حلو؟ والله هقول ايه، حلو بكل مصري. عرس انتخابي جميل كنا متوقين ليه. عارف حضرتك لما تحس بقى عندك كبت نفسي وتجيلك الفرصه تطلع عايز تطلع حبك لبلدك، كان هذا العرس الانتخابي بصراحه اليومين دول. طب الحمد لله، اصل احنا شايفين المشاهد مليانه. اتفضل يا فندم. لا ده بقول لحضرتك، ده احنا شايفين المشاهد ما شاء الله يعني مليانه اللجان. والله يا استاذ يوسف هقول لسعادتك، يعني انا طبعا انا ماسك هنا في نيويورك في القنصليه المصريه. لما تتخيل كده حضرتك تيجي اللجنه بتفتح من 9 الصبح ل 9 بالليل، قبل الساعه 9 في الجو ممطر والجو ساقع، تبص تلاقي الناس قبل من الساعه 8 8 ونص موجودين. تخيل حضرتك كانهم رايحين يحجزوا حاجه كده، يعني حاجه كويسه ليهم. انما تبص الفرحه فيهم بالاعلام، واللي جايبين اولادهم، واللي جايبين اكل وشرب معاهم، واللي جاي يعني وطبل وزمر، حاجه شيك وحاجه تفرح، حاجه فعلا تفرح المصري يا فندم. حقيقي انا اعتز بمصريتي واقول يعني المصري بيظهر معدنه الاصيل خارج الوطن اكثر منه بالداخل. حقيقي هو المشهد فعلا مفرح ومبهج الى ابعد الحدود. يعني احنا قاعدين بنتفرج على مشاهد المصريين في الخارج والصور والفيديوهات اللي بنقدر نتحصل عليها، لا ده في اقبال مذهل. يعني انا بدات احس انه اقبال اكتر من الانتخابات اللي فاتت. حقيقي يوسف بيه حضرتك شرفتنا كذا مره في امريكا، وكنت حضرتك شايف يعني زي ما بيقولوا ايه، شاهد على العصر. ده شيء جميل على الواقع الطبيعه. فحضرتك خير من يوصل هذا السر. العفو يا فندم. والله انا اتشرفت بمقابلتكم يعني كذا مره، لكن حقيقي دايما مبهرين، وبعدين بتبهرونا كل مره اكتر من المره اللي قبلها. والله يا فندم احنا كان لينا يعني هقول لسعادتك، لو حضرتك شفت التجهيزات اللي احنا كمصريين، طبعا هو كلها عمل مجتمعي متطوعين بيه من وقتنا. يعني انا سعادتك عندي شركتي وسايبها الكامل يوم دول، وقبل كده بكرس وقتي ونروح زيارات للسناتر والاماكن التجمعات ونعمل مؤتمرات. كل ده عشان ايه؟ كان هدف واحد بس، مصر، نوعي كل مصر. وده اتمنى كل مصري هناك في مصر يحضر هذا الحزب. مصر غاليه يا جماعه، مصر غاليه علينا أوي. احنا يعني نحسها اكتر حقيقي يا فندم. يعني مش عايز اقول حضرتك مدى الفرحه والسعاده النهارده اللي احنا شايفينها في وجوه الناس اللي والاطفال اللي جايين يدلوا اصواتهم. شيء طبعا جايين مع اهليهم، مش اطفال طبعا، جايين مع اهليهم، بس عايزين اوصل لهم رساله. شوفوا طالعين كانهم فسحه مع الاهل. والحاجه المهمه يا فندم، احنا واللي يهمنا في المقام الاول المصري، اقول لكل مصري انزل استخدم حقك الدستوري. لما انت بتقول كلمه وطني يعني بتمتلك شيء. تخيل كده حضرتك لما تقول دي شقتي، دي عربيتي، دي حق الملكيه بتاعتك، بلدك. انزل ادي صوتك بامانه لاي شخص المناسب. بس احنا في مرحله فارقه، مصر بتتعرض يا فندم يعني في الوقت الحالي لزحف وهجوم دولي، يعني بيتمنوا يعني يعملوا زلزاله في مصر بحكم وضع مصر الاستراتيجي على مستوى العالم وبالذات الدول العربيه وفي افريقيا. احنا وضعنا مهم طبعا. احنا لازم نحافظ على بلدنا. فبقول يا جماعه ارجوكم 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 كل مصري ينزل يدلي بصوته. ما تقوليش الانسان دوت ناجح او الانسان ده صائد او وات ايفر. نو، انزل عبر، لان وكالات الانباء العالميه بيرصدوا وبيشوفوا وبيصوروا.
يعني تخيل عايزين يفشلوا كل شيء حلو جميل في مصر. المصري جميل والمصري معدنه أصيل وبيظهر وقت الشدائد زي ما احنا بنقول. احنا في الوقت الحالي خلف قيادة حكيمة وبنقول للرئيس السيسي امشي واحنا وراك بقيادتك الحكيمة. انا عارف الضغوط النفسية اللي هو عايشها هذه الايام وبيحسوا بيه، بيشوفوا بالطون بتاع صوته بشكله. مصر كلها وكل مصري وراك. نروح بقى الابعد من كده سعادتك، تخيل كده لما تحس برأي العربي اذا كان اردني او جزائري او تونسي، والله والله بيتكلم معاهم يقول لنا انتم محظوظين ان عندكم قياده بهذه الطريقه. تخيل كده سعادتك لما تحس بقيمه مصر. الوضع عندنا في مصر اختلف خلال العشر سنين اللي فاتوا، وباذن الله هيختلف الى وضع اكثر ايجابيه كمان خلال الكام سنه اللي جايين باذن الله. انا بشكرك جدا 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 استاذ عصام يوسف، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحده الامريكيه.